هيدلاينز السبعة واربعة صباح الخير، مرحبا بكم الجديد في كابوتشينو، مكملين معكم إن شاء الله حتى العشرة متاع صباح. وقيت لي هيدلاينز، أول خبر العروي يعلن إيقاف عدد من العناصر على علاقة بعملية نمبر وأحباط مخطط ترهيبي، هذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي في الويكاند، وقال بأنه تم إيقاف عدد من العناصر الإرهابية الخطيرة بولايات الكيف وجندوبة والقصرين في عمليات أمنية متواصلة ردا على العملية الإرهابية الجبانة اللي جدت نهار الأربعاء اللي فاتت بمنطقة نمبر من ولاية الكيف. وأشار العروي إلى إحباط عدد عمليات إرهابية في إطار العمليات الأمنية الاستباقية، وأضاف بأنه لم يتم الإعلام عنها لعدم التأثير على العمليات الجارية، وقال بأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل عبر وسائل الإعلام في القريب العاجل. باهي سابيان تعطينا المعلومات هذه لكنها منقصة، ديما توقفوا وينهم وين ماشيين، توقفوا فيهم تلموا فيهم في محطة جدة، حاطينهم في شكارة تبيضوا فيهم شنو، سمع حتى محاكمة سنة وكان صار نهار كامل يخرج يقول هوا قفلة هوا عملنا هوا عملنا ايه شنو معناها سيد لا تشارج على اليمين سيد لا تشارج يدخلوا يطيبوا في الخواتم عطيونا محاكمة يا اخوي ايش فيكم ما تحكيوش هوا قالوا حتى عندكم واحد في الداخلية تو محل تتبع في بالك هذا اللي قالوا توقفوا بعد قالوا متوقفش ما توقع عنده محل تتبع هكا ولا ونحبوا نعرف محل تتبع يداري ولا علاش الاستعلامات بتاع الداخلية عند الارهابيين مرة واحدة هذا ايش مازال عندنا في البلاد ولا مازال يجي ابو عياض يقود غرفه العمليات بتاع الداخليه واحنا ملتحين سلامي يا اخواني اي هكا هو شي ذبنا والعروي يخرج يبدا جغ مغ جغ مغ هو قفطه هو عملنا متصل بالقضيه الارهابيه ايش بكم تو وزاره الدفاع بتاعنا قاعده تسمى وزاره الدفاع عملها ما هجمت وزاره هجوم هجوم وزاره الداخليه بتاعنا ولات وزاره الصف الطائيه العروي يخرج يقول هكا ويخرجوا في بيانات هاو عملنا هاو شدينا ايش بيكم ساعه تشدوا من بعد ليبا ثانيا اللي تشدوا فيهم وينهم حبوا ينافوا شديتوا ولايه كامله على الحسابات شديتوا بين قارب توا قداش بالالاف عشرات الالاف اي وينهم ثماش محاكمه ثماش قرار ختم بحث خرج ثماش تحقيق اكتمل ثماش حكم صدر ما ثما شيء دونك كلها شوف كلها يديها ملطخه بالدماء علاش على خاطر اللي ما يمشيش لحال بالهيب جوسكو بو ويعرف حسابات سياسويه ضيقه وهو يعرف العلوي ولا غيره اللي يسمعوا في هذا يعرف ثم حسابات سياسويه ضيقه في وزاره الداخليه اليوم وفي المنظومه القضائيه في التعامل مع الهيب ولا دام مهدي جمع في التعامل مع الهيب وكهو دونك اليوم الكلام هذا كلام فارغ بالنسبه لي احباط عمليات تحبطوا شنو تحبطوا كل جمعه يموتوا ناس كل جمعه يموتوا خمسه سته اربعه ثلاثه ستين يضربونا هذا المقرس هذا المعجون وحبطته يا اخوي يعطيونا المحاكمات تصدقوكم وكهو اما في ما عدا هذا اللي قاعد يصير توا صف طائيه وتدخل من الباب والتخريج من الخوخه وكلام فارغ وعملنا هاكا ساعه ساعه يوريك واحد شديد هكا حاطين تصويت وكهو ومن بعد يخرجوا الهدايات حسب بعض المعلومات قالوا ما قالش شو عملوا ما عملش وحكايه فارغه اسكت ونبوت موتوس ايبوس كوزو دونك ثم مشكله كبيره اليوم داخل المنظومه الامنيه وداخل المنظومه القضائيه والاعلام هذا اعلام منكوب اللي قاعد يعمل فيه سي محمد علي العلوي والجماعه نتاعو اعلام منكوب اعلام معلل ضربوا الابولا ويجي معناها هكا بول دوني لامبرسيون اللي هو عنده حاجه ويخفوا قدام الكاميرات ويبداو فهمني حاسبين الواحد معناها توا دي جون بريمير نتاع ولاو لازار الفلد وماكريهان وكلها تم تحاسير وكلها في وزاره الداخليه في الوزاره الفلتان ويقولوا في نمبورت كوا على خاطر لحد الان ها قال هكا واوضح انه سيتم الاعلان عن التفريش عبر وسائل الاعلام قريبا انا استنى قريبا عافاك دقيقه ذاك اللي تقول لك بين وقتين ولا قديش وقتين يومين جمعتين عامين عمرين نقول لك بين وقتين وبعد فلس تو لو يعملوا في الكازا الباهي دونك هذا التصريح بتاع الكازات وانا نعتبره انه الي دون ما في اليوم الناس ملت تو احنا قداش مره نعاودوها نفس الحكايه نحلوا بها 70 مره تو توضح السي العلوي قال سي فلان بتاع الخارج الدفاع لكن هذا الخارجيه تحكي على الليبيين قال واوضح وهو كلها صف طائيه وهنا معناها ورقه صفراء للناس هذا اللي قاعدين يضحكوا على ذوقون الشعب التونسي تعطيونا المعلومات كامله ماناش مطمنين احنا ماناش مطمنين ما دام الضرب ولا في الداخل المدن والضرب ولا كهكايه معناها ان توت امبونيتي وين اداره الغابات وين الامن وين الارشاد وين شيء رهيب قاعده تصير سامحني انا نعتبره انه بكل صراحه تصريح كيما هذا زر للرماد على العيون لا غير
با بلوس كو سا تقول انت طيب خواطر نمشيو لوزاره الدفاع. عملية تمشيط واسعة في مرتفعات الجوهرية وجبل الحريش بحثا عن الارهابيين، هذا ما اكدته مصادر اعلاميه مطلعه، وقالت بان قوات من الجيش الوطني والحرس الوطنيين يقوموا بعمليات يقوموا بتنفيذ عمليه تمشيط واسعه في المرتفعات هذه اللي هما تابعين معتمدية جندوبه الشماليه، ورافق عمليه تمشيط قصف طيران الحربي لمخابئ محتمله لعناصر الارهابيين، كما وصلت بالتزامن مع ذلك تعزيزات امنيه وعسكريه كبيره للمنطقه بهدف القبض على عناصر ارهابيه يشتبه تواجدها في الجهه، خصوصا بعد ما ورد من معلومات بشان قيام عناصر ارهابيه بالاستحواذ على كميه من الاغذيه من احد المحلات التجاريه. والى حد الان تعرف المشكله في وزاره الداخليه ما خرجتش هل هجموا عليه الحانوت هذا الحطار ولا ما هجموش عليه، الى حد الان ما فماش زاد كيف المعلومه اللي تفند والا اللي تفهمش لولا الكلام هذا كله ولا على ليميت كلام فارغ. بحثا عن هجوم بحثا عن اتهام جادين يهزوا لكم يقتلوا لكم ويعملوا لكم وانتم بعد هنا باش نعملوا. بلي ناخذوا باريكزومبل الاشكاليه ما تروح حتى عندها مده نتاع الطب العسكري توا مازالوا كيما قبل عام 1920 يقول جيب هليكوبتر جيب طياره هزوا يفهم توا كيف نهار صيحه فزاعه من طرف الطبيب راهو الطب المختصين يقول لك لا ثم بروتوكولات يلزمك تعرف ساعه في الطب التونسي ماناش قاعدين نقريو في لابلي باربال الوغ كيزو يتقرا توا توا جهابي نتاع كيما جينيرال سوسي دواء اكثر من 1000 واحد اكثر من 1000 عمليه في الشوش عمل هو شخصيا اشرف عليها وما مات له حتى حد. كي تحكي مع المختصين يقول لك احنا لو عندنا زوج مسائل اساسيه نتعاملوا بها، الاولى اذا كان ثم نزيف نوقفوه نسكروا العرق، الثاني اذا كان ثم صعوبه في التنفس نحلوا معناها نعملوا له التنفس طرف الصناعي. يقول لك الكبده باغ اكزومبل نحطوا فيها ملح ولا غيره يوني فيركو. اما كيس كيفو يلزم لي زوبيتو دو كومباني يقربوا من منطقه العمليات، منطقه العمليات توا هما عملوا ثلاثه مناطق عسكريه تحت امر لواء امر لواء من الجيش وقال باشراف مباشر من وزير الدفاع. شنو هما؟ جندوبه كيف؟ توتافي فوالا سيدي بوزيد القصرين والجنوب الشرقي على الاقل يعملوا غاديك. كذلك ميليتاريزي لي زوبيتو سيفيل يلزم معناها السبيطارات يعرفوا تكون عندها بروتوكولات نتاع التعامل مع المسائل العسكريه. العسكريه يقول لك توا ما عادش يقبلوا انه انسان يموت في مجروح يجيك مستحيل. يقول لك بروتوكولات الاولى نعملوها غير في عودة الهاوب ولا مول هذيا قاعدين هانا عاملين عرفتها كي يقوموا بربط الشيف جاء بربط الشيف جاء فوالا في المربع الناس كل متكيه خاضت هكا يتحرك تحرك هرول هرول موف اعمل حاجه فهمتني هاكا باش تظهر هاكا قاعد كيف فيديو الورقليه ثم حركيه كبيره هو يتحل صله تلقى خيط. دونك اليوم ثم اشكاليات كبرى واولويات حقا نمشيو فيها الترصد وعرفت المعلومه يهاو تو جماعه ما يسمى روابط حماس الثوره حوزوا البلاد تو نحكي عليهم بعد يحوسوا تو امبونيتي ويسبوا يقولوا نسحلوا ونقتلوا ونعملوا حمام دم هما يتفرجوا. اليوم البلاد ما عادش فيها رجال اللي شاده مسؤوليه الدوله اللي كلون كوميد ليتا اللي يقول لك الدوله تطلب نعمل هكا نعمل هكا ما ثماش. رئيس الولايات المتحده الامريكيه في امريكا بوليس يمشي معاه يحرق خنون ولا جناح طبق عليه بروتوكولات فهمت كيفاش؟ اما احنا توا اش عندنا؟ عندنا قال محمد مظالي كل عام تبزنيت نس كل ولات وراتا وراتا مربيه كي تتظلمت هكا الناس كل توا ولات وكلهم سياسيين وسيسوا المؤسسه العسكريه وسيسوا المؤسسه الامنيه وسيسوا معناها المؤسسات الاعلاميه نتاع الدوله وولات معناها كلها اي برا نرمي لامسون هذا اي برا تختفشي هكايا اي نمشي بالطراحه نتاعي اي نرمي الشبكه اي نرمي الغزل اي نرمي الصناره فوالا اي ندخل بالفيس قال نخوف اي نرمي حاجه هكا حريره ولا حاجه اخرى ونبدا نلعب. سو كي في كو المعلومات تلقى معلومات ياسر لكن المعلومات الحقيقيه اللي تجينا كل شيء كيفاش؟ كل جمعه 10 ايام نسمع اتمتا كبير في وضح النهار في وسط البلدان يهرب ويهربوا ويسو فابوليز. حدث شي واحد على الغابات الغابه اللي بين الكاف و جندوب ولا حرس الغابات ولا لي بوست دو فيجي ولا المنظومه نتاع الارشاد، تحدث شي واحد على هذا. وين الهنات اللي وقعت باش الكار تبعوها وضربوها وهربوا ومشاو ان توت امبونيتي ومن بعد الجيش طبق حتى بروتوكول وخلى الكار غاديكا ومن بعد صوروها العباد ومن بعد قالوا باش يتبعوا كل من صورها. الناس كل تحوس بورتابلوات الناس كل تصور تو الموند ريبورتير فهمتني؟
وباش نتبعوا باش نعملوا شدوا فك المعلومه هذه. ثم هنات كبيره الدوله كاينو يفو لانفونتي لا لو، الدوله التونسيه العصريه اللي عندها 200 سنه كاينه توا يلزمنا نعاودوا نخلقوها من جديد. راه ثم ضابط عدليه، ثم دوله، ثم بروتوكولات نتاع تعالم، ثم تعامل، ثم كود بروسيدور سيفيل وبينال وغيره تتعامل به معناها في في المحاكم، ثم اجراءات تعمل بها الامن التونسي من اول الدنيا وغيره. وين هذا الكل؟ هاكا اللي هذا توا اللي خرج لك الوزير شنو النشاط نتاعو خرج معلومه، لكن ها وزير الدفاع من قام يعمل خرج معلومه يتفقد في الطماطم وفي الفلفل. وزير الدفاع يتفقد في الطماطم وفي الفلفل. مالا وزير التكنولوجيا الاتصال شو يعمل؟ يمشي باغ اكزومبل للبيت الشعر ويقول لهم ترى شوفوا لي في هذه الحيحه ولا لا، ورئيس الحكومه نلقاوه يصلح في لي بارابول، مش فاهم انه اللي يعمل بارابول نلقاوه يلقاوه في الارهابيين، سو ميلونج دي جون يسومين لي بونسو. علاش؟ على خاطر الطقم السياسي ضعف. شوف شوف المترشحين انتخابات الرئاسيه لا موتي سي دي كريتان، سامحني اوفري سون دو تيرم، سامحني يلزم نقولوها شعب تونسي لو قاري وبتثقف ويعرف وغيره. لا ماجوريتي سامحني ايه سيدي، انا هاكا هذبتها فهمتني، قلنا اشتر اشتر لما خلي 50% بروبابيليتي لا لوا دي غران نومبر تنم سيدي كريتان. قال لي واحد كي ظهر كيفاش تقول جاهل؟ قلت له جاهل يحب يولي لك جمهور ما علاش يكتب ويقرا، يعني عقوبة ربي كانوا يقولوا قبل اللي ما خذاش الباك ربي معاه، وتنجم تلقى انسان خزار وانسان فلاح وانسان مقرات لكن عنده ثقافه اجتماعيه هارب على الاخرين 200 سنه. اما باش تكون رئيس جمهوريه او مو دي توا بروبليكي لي لوا نعملوا كيما صادق بي كان ما يعرفش يكتب، وقريت لك الجواب نتاعو كي نهار كيفاش كان وقت ما سيدي بن ضيف بعثوا خير الدين، يعني نجيبوا هكا معناها ناس انا ناس ما يعرفوش لا يقرا ولا يكتبوا. لو كان تقول له فور اكزومبل تقول انت مالفيل ولا موبي ديك يقول لك اه يلعب في خطافي ولا هكا، سامحني لا ثقافه لا زيت ما عادش يكتب ما عادش يخط عقوبة ربي سامحني شاتيمون دو ديو حب يولي رئيس في بلاد فيها 4000 4000 حاملين شهادات العليا بطاله منهم ناس قراوا دي جيومتر يقولوا عملوا داوت فولتيج في الدراسه نتاعهم في الميدسين وغيره سامحني مش هوليك ميلونج ديجا. ومن بعد الناس الكل ولات تقف قدام كاميرا وتبدا هكا تهيب تهيب، وعندنا عاد احنا تبارك الله زملائنا لي بوغ بلوم اي ريبركوت نيبوغ كوا، اي واحد يقول نيبوغ كوا نفس يقول له انت اش دخلك وعلاش تقول هكا وانت كيفاش وي وشنو برا يجري هاد ونحط معلومه هكا هو فهمت دي كيس دو ريزونونس تسمى اش تعمل فيهم وتتكلم مع مسؤولين كبار يقول لك لا ما نحبش نحكي خاف يقول لي كيفاش كنت مسؤول خايف شو تعمل فهمتني؟ يعني اشكاليات كبيره موجوده في هالبلاد تبين انه بكل صراحه لو سونس دو ليتا ضربوا نجحوا في الفتره الاخيره بنى عليها رب تحت الحكومه بداوا الناس يضربوا في الدوله. الحكومه اون كريز حاجه اما الدوله ما انت با اون كريز، الدوله خدمت 14 جونفي والشهر يتثبت والامور تريغريت وثما معناها الدوله عندها بداوا يضربوا في الدوله. توا اش عندنا؟ توا باش نرجعوا الى الاقطاع السياسي، توا نرجعوا الى دويله وربي يستر يلزمنا ان سوفتاج دو لا ريبوبليك اليوم ويلزمنا ان سوفتاج من مثل هذه التصريحات اللي تنم على تبلويل نتاع الشعب التونسي. دخلنا توا بحال تبلويل عملا بمبدا واحد كما جوبيلس قال كالومني كالومني إلون غوسكا توجور كيلكو شوز، اكذبوا اكذبوا فقد يبقى بعض شيء من بكاء فهمني. كلمه في الصباح كلمه في العشيه ترد المسلمه ماهيش هي فلاح المسلمه ماهيش هي جوستومون حلوه ياسر التهذيبه بعيد عن النبزيات كما يقولوا فيها الدينيه. بعد شويه ناخذ اغنيه وبعدها هي نحكيه على مساعدات امريكيه لدعم قدرات الجيش البر والطيران. المساعدات هذه تم تسليمها بثكنه العوينه في الويكاند اللي فات، تحكيه كيف كيف حول تصريحات حسين العباس اللي اكد تواصل الحوار الوطني بالرباعي الراعي للحوار، وكيف كيف نحكيه على ديكلاراسيون مصطفى بن جعفر اللي طلب فيها حركه النهضه وطالبها باتخاذ موقف حازم وموقف نهائي فيزافي شكون باش تدعم في الانتخابات المقبله. احنا مكملين معاكم حتى العشرة متاع الصباح. صباحكم مزيان مع حسن وسفيان. نهاركم زين على كابا فام.
شاء الله نهاركم اسعد الايام. توا 7 و7 دراج، مرحبا بكم من جديد وين ما كنتوا. 91.5 FM 3W.4Radio.tn وين تنجموا تكبتيونا كيف كيف، تعاودوا تسمعونا اون بودكاست، تلقاونا صوتا وصوره حاضرين. نهار صابر قاعد يصور قايم بالواجب. نمشيو لاخبارنا الموالي. خبرنا الثالث في الهيدلاين، وزاره الدفاع تتلقى مساعدات امريكيه لدعم قدرات الجيش، جيش البر والطيران. تلقت وزاره الدفاع فاكهه العوينه معدات تجهيزات لدعم قدرات جيش البر والطيران في اطار مساعدات امريكيه سنويه. واكد وزير الدفاع غازي جريبي خلال لقائه بسفير الولايات المتحده الامريكيه بتونس جايكوب ويلز انه هناك تدريبات منفرده للجيوش الثلاث في مجال الاستخبارات واخرى مشتركه مع الوحدات الامريكيه في اطار مقاومه الارهاب. اليوم سؤال مطروح، هل اليوم امريكا تعاون فينا غراتويتمون، والا اليوم زاد كيف كيف امريكا حاطه عوينتها على تونس؟ امريكا دخلت الارهاب للمنطقه، وامريكا كي العاده تجي تقول لك نحارب الارهاب، يعني بيعوا القرد ويضحكوا على شريه، يعني كيما عملوا في افغانستان، كيما عملوا في العراق، كيما عملوا في سوريا. افغانستان ما تنساش انه الامريكان جاوا وعملوا ثورات ضد الانظمه السابقه، خاصه ببر الكرمل. وعام 1986 الامريكان دخلوا مع الطالبان الى كابل، ومن بعد الامريكان تحالفوا مع هالجماعه هذوما، واعتبروه معناها وقتها طلاء على الحريه وطلاء على سائم الحريه في العالم الحر، وكونوا القاعده في بيشاور وغيره. ومن بعد ولاوا يحاربوا فيهم وعملوا حرب كونيه ضدهم وغيره، وداروا ضد بلادي اللي هو الصنيع نتاعهم. ثم العراق بلاد اللي كانت تقاوم في الارهاب وفي القاعده، وداخل حتى في حرب مع ايران، عاونوها الامريكان والفرنسيس في حربها ضد ايران. ثم فيما بعد ذلك داروا على العراق، ومعروفه السفيره الامريكيه وخرجوا حتى بالحديث معناها فيرباتيم، مش قالت صدام حسين، قالت لهم مساله الكويت مساله داخليه عام 90، وانتجوا دخول الكويت لما دخلوا طلبوا عليه بن داف، ثم من بعد دقدقوا السلطه العراقيه عام 91، ثم سنه 2003 وسلموها لايران. ومن بعد نفس الشيء سوريا، كانوا دائما مساندين للنظام السوري خاصة في تدخلاته في لبنان وغيره، ثم انقلبوا على النظام السوري ودخلوا ما يسمى بجيش الحر بمعية المرزوقي وجماعة وغيره، رئيس المرزوقي التونسي اللي عمل المؤتمر في تونس ما يتم بأصدقاء سوريا، اللي هي كانت تحذير للنصرة والدواعش اللي كانت تغطي عليهم. وما نساوش اللي كلا القلب نتاع انسان وقت يحل، وهو من جيش ما يتم بالجيش الحر مع الاتراك مع القطريين. وبالنسبه للبلدان الربيع العربي نفس الشيء، الامريكان كانوا حلفاء نظام القذافي الى حد ما، ويعتبروهم عليه نظام يساهم في استقرار في المنطقه، ثم انقلبوا عليه مره واحده. وبلار اونلي ليفي والاسرائيليين وساركوزي وبرلوسكوني وغيره جاءوا ودخلوا وعملوا معناها ما عملوا في ليبيا، ودخلوا فيها توا 1600 فصيل ارهابي، وتقريبا 83 حزب متطرف دينيا و85 موجودين في ليبيا حسب يقولوا جبريل وزيدان والجماعه الليبيين هما نفسهم. وتوا حطوا على تونس كذلك، وساندوا فيها حركات كذلك اسلاميه واسلامويه وغيره، وغزوا الطرف على غيره، ولقينا رواحنا اليوم وان تونس يحبوا الجهاديين. تتذكر وقت اللي صار، وقت اللي صارت كيف كيف مسائله في الكونغرس الامريكي لهيلاري كلينتون، قالت احنا رانا دعمنا الناس في السلطه في مصر وفي تونس وفي ليبيا، ولكن قالت راهو احنا اونيتي معناها اون افيتور، على خاطر سندنا العباد اللي لازمناش هيلاري كلينتون. لكن هما توا دائما هما لانه ما يسمى بالربيع العربي استغلوه لشيئين. اولا الراسماليه العالميه اللي عاودت كونت منظومه كومبرادوريه ومنظومه تبعيه اقتصاديه، خاصه كانوا متقلقين من بعض الانظمه اللي عندها نزعات وطنيه في تسهيل السوق حريتهم هكا. ثانيا تدخل لوتان، علموا انه لوتان ما كانش عنده موقف تقدم على الاقل في الباسون اوكسيدونتال الميتراني، كان حده صقليه ومالطا، فما يدخلش تونس والجزائر وليبيا، يمكن المغرب اقل، لكن خاصه البلدان هذه، رغم اللي من اول الدنيا ثم تعاملات عسكريه بيننا وبين الامريكان. وبالتالي نوصل لدندون دافانس قاعدين يلعبوا بينا جماعه السنت كوم، السنت كوم سنترال كوماند هذا نتاع الامريكان اللي من بامبا في فلوريدا يقودوا في منطقه عسكريه تبدا من المغرب الاقصى الى اندونيسيا، وتراسوسها عاديه جنرالات منهم مره وجنرال من اصل لبناني، وهما توا يعتبرونها لعبه دماء ويلعبوا بينا كما يحبوا، والدمار والقتل، والواحد يدخلوا لك الارهابي ومن بعد يقولوا لك يجي الحرب الارهاب. وسمعنا على فاسيليتي معناها ميليتير اللي وعد بهم رئيس الجمهوريه المؤقت، وقتها تحدثنا حتى عن مزري حداد سي تو ترابيل، وقال ثم صفقه كامله وقعت، ثم مطار نتاع الرماده هذاك محمودي، صفقه كامله فيها فلوس وفيها سبيطارات وفيها مطارات، لان هما العكس يعملوا لي زوبيتو كومباني، وفيها تواجد عسكري
وفيها دي زانستركتور ميليتير وفيها كل شيء. والامريكان توا اذا كان شردوك يمكنوك ما يفكوش منك. اليوم داير تونس والجزائر مستنفرين على اساس ثم امكانيه ونجي طائرات تضرب والجيش التونسي قاعد مستعدين نضرب كل طائره تخترق الاجواء التونسيه. ثم طائرات ليبيه معناها ثم امكانيه باش يعملوا عمليات كيما الورد تريد سنتر ولا غيرها في تونس والجزائر والمغرب مهددين بهذا. واليوم ما نعرفوش الامريكان شنو الموقف نتاعهم. ان توكا احنا تاريخيا نعرفوها المبدا شنو هو، ما يندبلك كان شفرك ما يبكي لك كان ما يندبلك كان ظفرك ما يبكي لك كان شفرك. دونك لازم نعملوا على قوانا الذاتيه ما نعملوش على هذم لا انكل سام لا العكل لا غيرهم. هذا الناس على بسوس في الاخر ولينا في تونس بالحق يندبلنا كان شفرنا جوستومون. انت على كلامك انت هاو اليوم في الشروق نقراو قرار سياسي قرار تونسي جزائري اسقاط طائرات انتحاريه ليبيه. قد يكون انه اليوم هناك يعني خلينا نقولوا هجمات على شكله 11 سبتمبر وهذا اليوم ماهوش فزاعه خاطر تو سامبلومون تعرف سفيان بالكدا بانه اليوم المطارات اللي تخدم في ليبيا هي مطارات يشرف عليها ارهابيين كيف ما مطار مصراتة ولا مطار كيف مطار لبرق اللي موجود في الشرق الليبي هذوما يشرفوا عليهم ارهابيين. معيتيقا فوالا ومعيتيقا ما نساوش معيتيقا في طرابلس جوستومون. تعرف في معيتيقا بوغ لا بتيت استواغ معناها اصحابي الليبيين يحكيوا لي قبل كانت المراه الليبيه تسافر نورمال من غير راجل تو ما تخرج كان محرم سيدي اي توا معناها تخيل معناها شوف رجعوهم قداش من سنين التالي وفما اليوم كيف مصادر امنيه كيف بدات تسلسل بهيم ياخذ قرارات كيما هكا خاطر بهيم يذبح حذاء بهيمه دونك يظنوا انه العباد كيما البهيم يجي للشعب الليبي معناها المراه الليبيه يرجعوا فيها القانون التالي كيما توا اللي حل فمه في تونس يقول لك كان حب نرجع انا نطبق الشريعه ونعم كانوا كفرها نحن فهمني وهما هذوما وعاش في الغرب الكافر هذا عاش في الغرب الكافر يخرج الصباح يدخل التواليت نتاع الغرب الكافر وكي يحل الكوجينه نتاع الغرب الكافر وكي يحل الكهرباء الغرب الكافر وكي يحل الدينار نتاعو نتاع الغرب الكافر ولابس كسوه نتاع الغرب الكافر يقول لك انا باش نطبق يشرب ماء الغرب الكافر وياكل ماكلة الغرب الكافر فوالا ويشرب حتى كان ثم البن نتاع الغرب الكافر البن الحاشم هذاك يبدا روزي هكا ولا مستحمر وجهه احمر فهمتي نتاع الغرب الكافر ولا ابيض نتاع القديس اوغسطينيوس اما من بعد يجيو مزايدات يعني شوف هالشعوب هذه السكيزوفرينيا نتاع المناظر اللي تشوفها اليوم في العالم العربي يا حسرك يعطينا العقاد يا حسرك يعطينا بالقاسم الشابي وطاهر الحداد يا حسرك يعطينا طه حسين يا حسرك يعطينا البشير خريف واعطينا نجيب محفوظ فهمني واعطينا شريف المسعدي واعطينا فدوى توقان واعطينا ساحر خليفه. اليوم شوف المناظر اللي طالعه برقع ومزايدات وقصان يد وقاعدين على خازوق ناس دمويه متخلفه بدائيه وقاعده تتكلم في كلام تشوف الشعب التونسي وما ادراك. والله قلت البارح نقرا كتاب نتاع شارل اندري جوليان عقب الليل جبته نقرا فيه لي جون تونيزيان لو موفمون ايفولوسيونيست لي كولون لي جون تونيزيان موفمون ايفولوسيونيست. تكتب كتاب قديم ياسر يحكي على الشباب التونسي اللي عملوا حزب تونس الفتاه عام 1907 وكان معهم السعاد وعلي بشحام والزوج وخير الله بن مصطفى وسيدي خير الله وجماعه. بالله عينيك تدمع كي تقرا وتشوفك الشباب كيفاش كانوا يدافعوا على الوطن هذا وتشوف مستوى الرقي مشاو الكونغري كولونيال في 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 مارسيليا عام 1906 وعملوا ومن بعد عملوا له الكونغري في باريس وغيره علموهم حتى اللغه الفرنسويه. قالوا من فضلك لما يجيش هكا الفعل والمزارع والحكايات ما يجيش هكا واحد وحتى اللغه تنعلموه وتشوف من بعد تشوف وين مشينا وين للديغرانغولاد وين كنا وين صبحنا. تسمع ها واحد يغني ها والاخر يسب في نعرات جهويه ها وتوا نجبدوا على السيد الاخر يحكي على الطاغوت مره واحده فهمني باش يوريك معناها التوخيلات. الامريكان شو عاملين؟ استغلوا هذا اللي صار رو العرب هذا مش فايقين وفي التاريخ توفيقه في تونس في القرن التاسع عشر كانت قوة عظمى وقت سيدي حمودة باشا كانت قوة عظمى عندها الجيش حاربت به الامريكان وحاربت به الفينيسيان وحاربت به حتى الاخوة الجزائريين حاربناهم وقت الجم وحاربوا الباب العالي وحاربوا الفرنسيس وغيره حاربوا حتى الامريكان كان عندهم الصناعة كان عندهم الشاشية وكان عندهم الواحد وغيره الجيش المصري كان الشاشية بتاع تونس وكان عندهم المدونة الفكرية. تونس كانت متطولة على اسبانيا على بلجيكا على ايطاليا تكسر تونس ولات دولة تابعة من بعد تلفت بسبارك في مؤتمر برلين قلم لفزاصة تونسية طيبة اليزي مونجيليا توا نفس الشيء شو عاملين الامريكان يستغلوا في الاوضاع بتاعنا مش حكيوا على الهام. مجتمعات بدات تطلع مجتمعات عربية كيما عملوا العراق فهمتي المجتمعات الليلة اش عمل لها دخل لو فير دون لو فلوي دخل لو لو دون لو بولايي جيب التخلف جيب الجاهلية الجديدة واضرب تلك البلدان ورجعها مستعمرات جديدة وجيب من بعد قاعدة عسكرية ومن بعد اجت تحب تحميه الموديل هو الموديل القطري السلية والعديد
وانت عندك شبه دولة او قبيلة او غيره وجهويات مطبقة وتطبق في شريعة مسكرة وهو شاد الضمان ويوكل فيك ويعطي فيك في السلاح ويبعثك في الارهابي. وهذا صار للعرب واحد عشرها قبل في القرن التاسع عشر ونعود هاو احنا نعيشوا فيك كذا قراءة قبل والعجب كيفاش صار لهم انا نشوف فيه تو العجب العجيب ما لغزمهم. كملين حديثنا في اللي هيدلاينز بعد البيب يظهر لي برشا فيكم ذكروا لساني 90 برانس غنية مزيانة ياسر تصلنا لثمانية غدرجين. مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو بعد شوية مع ثمانية ودرج نعطيكم تشاتش ما تنسوش لاغو فيديو بخيس تكون حضر معكم ان شاء الله 8:04 تسعة غدرجين الكلمات التسعة موعدكم يكون مع الانترفيو. مرحبا بكم من جديد وين ما كنتوا هذه كابوتشينو من كابا فام لي هيدلاينز مكملة معكم جزء آخر أخبار بتاعنا. حسين العباسي يؤكد تواصل الحوار الوطني بالربيع الراعي مع إمكانية النظر في جعله هيئة قارة وهيئة مستدامة. هذا ما أكد الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل على هامش المؤتمر العادي للجمع العام البلديين في الحمامات وقال بأنه يمكن جعل يعني الرباعي الراعي للحوار الوطني جعله هيئة قارة يقع اللجوء لها في الأوقات الصعبة اللي بيشتمر بها البلاد. وأضاف العباسي بأنه تعليق نشاط الحوار الوطني هو فرصة لشكر كل الأطراف اللي ساهمت في هذا الحوار من قريب أو من بعيد وفي إخراج البلاد من الأزمة اللي كانت عليها. هو الحق توا الحوار الوطني ما اكتملش اي فوالا ما اكتملش معناها توا تشوف مثال الإدارة ما زالت ملخمة رابط حبة الثورة ما زال موجود معناها عديد المسائل اللي طرحت على النقاش ما عادش موجود. الدستور تعمل الانتخابات وصلنا لها يبقى بعض المسائل لم تحقق لكن هذا ما ينفيش وأنه كآلية للحوار عند الاقتضاء مهمة يكون ثبا معناها حاجة متفقين عليها الناس كل وتكون هي مرجع نمشي فيه. لكن احنا اللي نحبه معناها لجو دي انستيتيشن اش قال هو مونتسكيو نعود نذكره tout homme qui dispose d'un pouvoir est porté en abusé il faut que par la force des institutions le pouvoir reste le pouvoir وأن كل إنسان له سلطة مجبول على التعصب بهذه السلطة ويجب أنه بقوة المؤسسات بفعل المؤسسات تحد من السلطة تحد من السلطة هذا مهم جدا وأن يوليو دي زوتوماتيزم وأن يقعدوا في الفولونتاريزم على خاطر الفولونتاريزم يخليك تلبس كسوة مش تاعك متاع حالة استثنائية لا يجب أن يصبح الاستثنائي هو القاعدة. هو القاعدة عند الاقتضاء في حالة استثنائية متفقين لكن أنت تشوف توا الاتحاد عم تنسي الشغل وينه من وظيفته النقابية واتحاد الأعراف وينه من وظيفته كذلك النقابية للأعراف وكذلك رابطة تونسية دفاع حقوق الإنسان عندها مسائل أخرى زي ما تتلهى بها منها التعذيب والموت في السجون وغيره والتعدي على الحرمات وعلى الذوات وعلى المكتسبات وكذلك بالنسبة للهيئة الوطنية المحامين هو الديفونسور دو لا فوف دو لورفانا المدافع عن الثكلة أو عن الأرملة وعن اليتيم يقوم بدوره كذلك هو طرف أساسي في المنظومة القضائية والقضاء كما قال الله يرحمهم الزوز قال الهلال بورقيبة القضاء جاء بورقيبة القضاء قالوا سيد رئيس المحامين وانت محامي ومعناها القضاء عنده جناحين واحد اسمه القاضي وداخل اسمه المحامي يقوم بدوره. احنا حسنا بهذاك حسنا مش نرجعوا للنورماليتي حسنا مش نرجعوا الوضع عادي حسنا مش نرجعوا الوضع وانك تجي تقوم حمله انتخابيه تستعمل الناس من الاحزاب ما تخلاش نتاع خليجي سجون وما تجيبش بنديه وما تجيبش قطاع طرق وما تجيبش ناس تسب وما تجيبش ناس تهدد بالسحل وبالقتل وغيره. حتى بمؤسسات وما حتىش باجراءات استثنائيه. عمل المؤسسات يلزم يرجع وخاصه وان الدوله التونسيه بشهاده الجميع هي دوله عندها معناها قدره وجاهزيه كبيره جدا للتفاعل مع المستجدات وغيره. نعمل انتخابات بلديه ترجع البلديه تونس حطمت لما ضربت الاداره وكم الاداره ضربت هي الداخليه في جانبها الشقة البلدي لأنه البلدية هي فيريتابلومون لو موتور نتاع الحياة نتاع العباد. داير احنا قبل كان عندنا العمدة نسميه المحرك حنسميه حتى هيك نقولوا المحرك اللي يحرك السواكن داخل الحي العمدة وغيره الناس بكري يقولوا المحرك كل بالك شوف المحرك اللي بعد سماه عمدة. دونك باش يوريك وأنه وين بعدنا على المؤسسات نتاعنا ورجعنا إلى المربع اللي كنت نحكي لك عليه بكري وأنه تحتيم الدولة العصرية لغاية في نفس يعقوب. سبع ناس عندهم نقمة على الدولة وناس تقوا عندهم نقمة على الجمهورية وناس تقوا على تونس مرة واحدة ويصفف حساباتهم وجا في يدهم مدمان وطاحوا يشلخوا باللحمة الحية بك شيلكوا عرفتوا شيلكوا المسبب اللي كانوا يربطوا به واحد بداوا يشلخوا في الدولة وهذا يؤدى إلى النتائج اللي احنا عايشينها توا. وأن بلوريانوفا
نحكي لك على البوتو بتاع هاوسي نحكي عليه في تبرع ولا بتاع جرومبيليا البوتو بتاع جرومبيليا هذاك بتاع سليمي وهاو هنا البوتو هذا بتاع دخلت البروتيل تاع حمامات باهي هن هالين هم يبدلوا في هداف الحمامات او في الطول يبدلوا في البردول عليه البردول الاخرى كانت باهي يبدلوا فيه وهاكم طيشه البردول انا بورت كومون هذيك مقبل الانتخابات يقولوا احنا خدمنا راهو عملنا 3 سنين خدمنا لكم فيه وثم جمعه كلب ثم مطيش وشوف فيه بحذا جرومبالي وثم مصائب زرقاء وجريت بارتو والدنيا داخلة بعضها وتتعدى بابي جرومباليا وحي الكعبي تحس روحك كأنك في القرن 17 أو 16 كأنك تقرأ في بيرسونيل تونس وصول مرادية والحركة وتلقى معناها شوفك الحالة وكالحفر وكالددية وكالماء وشوف مياه الأمطار كيفاش داخلة توا في الواحد وشوف هذيك الدولة ضربوها وعندكم كعبة بقرة ضربوها في سليمان ايه حوس عندها مد انا نجيب حدا داري ديما توليدي نعرفها ولي هذي كل هذاك هذاك البقرة المجنونة البقرة المجنونة هكا ديما تحوس معروف بدا ساعه نخدم انا نجيب حدا انا واحد هذيك تبع طبقه سياسيه هذيك جاسوس والله كان جات طبقه سياسيه مجنون على الاقل هايمه في الصحراء بالك تذيع من العرق الشرقي لونتال لونتال تدخل شي جهه تهاوها والهوكار وتبدي بالغادي ما هي شدتنا يعني شوف الخدمات الاساسيه ما عادش موجوده الضوء الماء لورنانس ليفاكاسيون دو زو بلوفيال القرايه المدارس الكيران الخدمات هذه هذيك الدوله الناس راهم يزرعوا في روحهم تعرف اللي قاعد على في طالع فوق شجره وقاعد على غصن نتاع شجره وشاد تسترا ويقص الغصن اللي قاعد عليه هذاك قاعدين نعملوا احنا واللي قاعدين يقودوا في اللعبه كيمان سوبال هما السياسويين مش كمان السياسيين خلينا نقول لهم كنت انا نو زافون تري بو دو بوليتيسيان اي بوكو دو بوليتيكال عندنا شويه سياسيين وياسر سياسويين يعني سياسيين بوضروح لكن اللي كيما تشريه معناها بدينار في سوق العسل. تنجم تمشي سوق العسل تقول له خويا شنو هي هذيك يقول لك هذه شمعة وهذيك شنو يقول لك بول وهذيك هذيك تورنفيس مكسر وهذيك سياس قداه دينار 500 ايش اللي تربح 750 هز 750 مليم تهز سياس من بعد يجيك ويعمل لك قوانين ويعمل لك يا اخي تتذكر انت خدمنا داعش قلنا له ولا لو انت حزب اشتراك اجتماعي توصل تعمل قوانين كيما هكا قال له استقليتو استقليتو غير تتفكر العميد فضل موسى اش قلنا له؟ قلنا له راهو هز الجمهوريه في فيمار فوالا راهو تطلع في اقصى اليمين انت كاشتراكي ولا صار في التاريخ وتعرف بالتاريخ قال لا ماشي في فيمار ما نحكيوش عليه هاي نتائج جاب سليمان قال اندثرت يعني باش يوريك كونوا السياسويين وعلى اليمين وعلى اليسار خاطر لا بيتيز الي ديموكراتيك لو تالون ني با ديموكراتيك وما تنساش راهو كيما يقولوا فيها لي زيكستريم هو وقال ربي وفضلنا بعضكم عن بعض في الرزق الرزق هو انتوت الفكر الفكر بيان سور لانه مالك هو كذلك مالك السلطه جاه وغيره لو تالون اوريزمون الي ينيغال اما لا بيتيز الي ديموكراتيك حاجه الوحيده في الديموكراتيه في تونس هي الغباء وعليك احنا نتجه الى نظام غباء اوي ديكتاتور ثالث الغباء وهي لا ميديوكراسي فوالا اللي قريبه من ميديوكراسي انا باش نسمعك جعفوكراسي اسمح وقال لي شنو رايك حركه النهضه يلزمها تاخذ موقف لان المستقبل نتاع البلاد اليوم فما رهان كبير وكبير بعد خاصه بعد النتائج نتاع الانتخابات التشريعيه البلاد والمشهد السياسي في حاجه الى توازنات باش ما تكونش السلطات الكل في طرف معين دون الاخرين ربما في مرحلة أولى برشا باش نسمعوا برشا كلام معسول كما سمعناه في 87 لكن من بعد ربما الأمور تتطور إلى ما لا يحمد عقباه إن شاء الله التخوفات هذه ماهيش في محلها أي شنو رأيك في ستوفا والله شوف توصي بسطة بالجعف بكل صراحة يظل يخذ الشوك في الانتخابات أنا أعطيك الأرقام حزب التكتل سنة 2011 انتخابات المجلس التأسيسي جاب 284,989 صوت يعني 0.3% من الأصوات جاب 20 مقعد في المجلس التأسيسي وخذا 9.21 مقعد عام 2014 التكتل كله في الجمهورية في 33 دائرة انتخابية يعني من 284,989 صوت هبطت 23,331 صوت ولا دخل مجموعة 0.0 الجديدة لأنه 0.0 مجموعة متغيرة ولا عنده 0.67% من الأصوات صفر مقعد وصفر في المجلس يعني صفر مقعد يعني كي تشوف النهضة خسرت 554,306 أصوات السي بي ال كيف
خسر 284,626 صوت، والتكتل خسر 291,658 أصوات. انديداء خذا 1,279,941 صوت، الاتحاد الوطني الحر جديد عنده 79,209 صوت، والتيار 66,000. يعني سيبير خسر 25 مقعد، المحبة خسرت 24 مقعد، والتكتل والنهضة خسروا كل واحد 20 مقعد، وما حبش يقبل هذا سي مصطفى بلار. سي مصطفى بلار مازال يعيش يظهر لي في قبة البلار، قولوا له بيانتو راك باش اتكيتي قبة البلار. نرجعوا نكملوا حديثنا بعد شوية في تشاتش.